طبعا حضراتكم اكيد سمعتوا عن الخلافات والخناقات الشديده حول تراث ام كلثوم. هذه المساله ليست جديده وعليها خلافات بقالها سنين كتيره. من يملك حقوق اغاني ام كلثوم؟ احنا ما بنتكلمش عن اغنيه او اغنيتين، احنا بنتكلم على حقوق هرم. معانا الان الأستاذ مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين. أهلا بيك يا فندم. إيه المشكلة بقى دلوقتي؟ إيه المشكلة اللي ظهرت على السطح؟ أقول لحضرتك يا أستاذ عم، أشكرك الأول. أولاً طبعاً إحنا مش ضد إن الناس تاخد أغاني أم كلثوم تغنيها مبدئياً، بس عشان تبقى فاهم البيان الأولاني اللي طلع إن إحنا لاحظنا إن هناك شركات صغيرة كده خاصة كلهم بتعمل حفلة، فنزلنا بيان لم يكن به المقصود أي شيء غير إحنا نقول لهذه الشركات من فضلكم لو عندكم جهل روحوا دوروا على اصحاب الحقوق وادفعوا حق الورثه او حق ام كلثوم حق المؤلفين. ده كان ده البيان الاولاني اللي نزل. فرد عليه صاحب شركه مزيكا واحنا ما كناش نقصده اصلا، رد علينا ودخل الخاص العام وان انا اسمي مدحت العدل عندي شركه العدل جروب، دخل كده حاجات في قلب بعضها مش لاقي لها معنى يعني. anyway فاحنا قررنا ان احنا نعمل مؤتمر وجبنا كل ما يدل احنا بصوت القاهره المالكه الاصليه لاغاني ام كلثوم وقدمنا المستندات الداله على ان هذه الاغاني مملوكه لشركه صوت القاهره بتوكيل من السيده ام كلثوم شخصيا وعرضناها على الصحفيين. تمام؟ في جزء من هذه الاغاني، جزء من هذه الاغاني الورثه متنازلين لشركه مزيكا او الشركه التي يمثلها الاستاذ. تمام؟ جزء دي منها كم في المية من اغاني ام كلثوم اللي هم متنازلين عنها؟ كم في المية يعني؟ مش اكتر من 30%. مش اكتر، ال 70%. وال 70% موجوده عند الاستاذ محسن جابر. لا، ال 70% دي صوت القاهره، ال 30% اللي موجوده عند الاستاذ محسن. العكس. والباقي عند صوت القاهره. على صوت القاهره بتوكيل رسمي من السيده ام كلثوم ابراهيم في اليوم الفلاني موجود. احنا عرضنا كل ده يا استاذ عمرو. شركه صوت القاهره شركه مملوكه للدوله، مش هتزور في ورق ولا هتزور في توكيل، ومحدش فينا مستفيد كشخص من اي حاجه. انا رئيس جمعيه المؤلفين، انا مستفيد حاجه؟ مش مستفيد حاجه، انا مدافع عن حقوق اعضائي. اهلا استاذ محسن، ازي حضرتك؟ قولا واحدا، كل تراث وأغاني أم كلثوم تملكها شركة ستار التي هي أحد شركاتي. قولا واحدا. وطبعا أنا سمعت مداخلة صديق الدكتور مدحت العدل وليه تعقيبي على ثلاث حاجات. بس أرجو أن أنت تديني وقت يا أستاذ عمرو. اتفضل. نمرة واحد، قال اللي انا عندي نسبة 30% من الاغاني. ايه يعني منطقيا ايه نسبة 30% من الاغاني؟ انا ما بشتريش اغاني، انا اشتريت حصة الورثة. الحكاية لان السيدة ام كلثوم، ايوه فندم، لأول مرة المستندات دي هتبان دلوقتي. ايوه، ودي أول مرة أنا بطلعها من مكتبي ما لم أطلعها في ساحة المحاكم. يعني لأول مرة أطلعها للإعلان. الحكاية ان السيدة ام كلثوم هي في حياتها كانت منتجة لأغانيها، يعني ما فيش شركة بعينها ايوه انتجت اغاني ام كلثوم بدليل. وعلى كل كلام اللي انا هقوله هحط حاجة على الشاشة تدلل، بدليل ان كل تنازلات السادة المؤلفين والملحنين صادرة للسيدة ام كلثوم وليست صادرة لأي شركة بما فيها شركة صوت القاهرة. اللي على الشاشة طبعا دي تنازل الشاعر الكبير أحمد رامي، فيها سلسلة أغاني، وسلسلة الأغاني لو ننتقل للصفحة الثانية، الصفحة الثانية بتاعت أحمد رامي هتلاقي، وأرجو إن أنت يا أستاذ عمرو أنت اللي تقرا لأنها قريبة منك، فهتلاقي وكل هذه الأغاني نصوصها منطقة عندي بخط إيده، عندي بخط إيده كل النصوص. والصفحة الثانية معانا أول الصفحة الثانية. وبهذا أصبحت الأغاني المذكورة موضوع هذا التنازل ملكا خالصا
للآنسة أم كلثوم بتتصرف فيها كيفما شاءت وأي طريقة من طرق النشر والإذاعة. يا أستاذ مدحت، على مدى السنين اللي فاتت إحنا نعرف إن أم كلثوم مع محسن جابر، يعني لما تخش على اليوتيوب هتلقى أغاني أم كلثوم كلها عليها مزيكا، يعني ده معناه إن الحقوق كلها كانت بتروح لمحسن. ليه فجأة دلوقتي قررت إنها ملهاش علاقة بمحسن جابر؟ أقول لك ليه يا فندم، أقول لك ليه؟ لأن الأستاذ محسن كان عامل عقد شراكة مع صوت القاهرة بإنه بيوزع نصيب صوت القاهرة توزيع، لكن ليس يملك الحق. وعقد الشراكة موجود أنه لا يملك أكثر من 30%، ثم أنا هيقوم بتوزيع 70% بتاع شركة صوت القاهرة عن طريق الشركة بتاعته. ده عقد الشراكة، ملوش زي ما حضرتك تيجي تاخد من العرض جروب أفلام توزع عقالي. هل معنى كده أنت صاحبها؟ أنت مش صاحبها، أنا صاحبها، بس بديك حق التوزيع. لا، لما اختلف اتفضل. يعني أنت دلوقتي بتقولي يا دكتور مدحت، أنت دلوقتي بتقولي معلومة أن محسن جابر لا يملك 70% من تراث أم كلثوم. طبعا، بورق وبكلام وبمستندات وكل ما يمكن أن تتخيله، وعرضناه على السادة الصحفيين. عرضنا الكلام ده، عرضنا التنازل، التوكيل. طب بأي حق كان الراجل ده، بأي حق كان الراجل ده هو اللي بيدي الترخيص لكل المحطات؟ يعني أي محطة في العالم عايزة أم كلثوم كان هو اللي بيدي الترخيص يا حبيبي، لانه واخد حق توزيع. زي ما انا بعمل فيلم ليا، فتيجي شركه اسمها سين انا بديها حق التوزيع، فهي بتتكلم باسمي كموزعه للفيلم. ادي دي وثائق تاريخيه دي يا استاذ محسن، اهو انا الموقع ادناه محمد طبعاً. رياض الصنباطي ملحن الاغاني، الورق اللي صاحبه العصمه أم كلثوم إبراهيم، وهي أغاني كذا، حقابله بكرة، أصون كرامتي، ظلموه الناس، قالوا الحب، يا ليلة العيد، دي أغاني أفلام دي كلها وجميعها ملحنة لصاحبة العصمة الآنسة أم كلثوم إبراهيم المقيمة بمنزل كذا في أبو فدا بالزمالك، ده اللي تهدوا بقى أعمارة. وأقر بمقتضى هذا أني قد بعت الأنسة أم كلثوم جميع الحقوق الكاملة في تلحين الأغاني السابق ذكرها، وعددها 5 فقط مقابل مبلغ كذا كذا كذا. طيب خلاص فهمنا، يعني هو فهمنا أن أم كلثوم كانت هي اللي بتنتج، فهي اللي عندها الحق. وبهذا البيع أصبحت الأغاني المذكورة موضوع هذا التنازل ملكا كاملا خالصا للأنسة أم كلثوم تتصرف فيها كيفما شاءت، خالصا للأنسة أم كلثوم تتصرف فيها كيفما شاءت. اوكي، هل فيها حضرتك شفت اي صوت القاهرة؟ طيب اوكي، ما فيش فيها. لا، صوت القاهرة ايه دي، كانت لسه أنسة، ده حاجة قديمة. لا يا أستاذ محسن، يا أستاذ محسن، واضح ان دي أغاني قديمة قوي. ما كانش فيه لسه صوت القاهرة ظهرت اصلا، صوت القاهرة دي بعد الثورة يعني انا دلوقتي لو عايز اخد ترخيص لاغاني ام كلثوم اروح لمين؟ تروح زي ام كلثوم ما قالت، اروح لمين؟ تروح لصوت القاهرة، وتروح لشركة جمعية المؤلفين، عشان المؤلفين والملحنين، مش عشان صوت ام كلثوم. والكلام ده بورق، احنا مش بنقول كلام من عندنا، احنا عندنا ورق يثبت هذا الكلام، ما بنقولش الكلام مطلق كده في الهوا. واحنا يعني محسن جابر لا يملك اي حقوق، لا يملك اي حقوق لام كلثوم غير 30% بس. ده 30%، 70% دول صوت القاهره كصوت ام كلثوم، والباقي كمؤلفين وملحنين تبع جمعيه المؤلفين والملحنين. حضرتك تقدر تخش ببساطه وتسال ورثه الدليل حمدي انتوا تبع ايه؟ هيقولك المؤلفين ومن روحانين، ورثة عبد الوهاب، ورث كل دول مضيين لنا تفوق. طبعا. وبعدين علشان هنا بقى لما اتجوزت ورثت المرحومة، لا ورثت المرحومة السيدة أم كلثوم وهي السيدة فلانة. لا، خليك معايا يا استاذ عم، معلش لحظة. لما السيدة أم كلثوم بقت المنتجة، ادت لمصنع الشرق اللي هو محمد فوزي يوزع لها اغاني بعقد توزيع. ولما اتأمن محمد فوزي، اتأمن محمد فوزي واصبح صوت القاهره.
فانتقل عقد التوزيع الى صوت القاهره. لما توفت ام كلثوم وقعت صوت القاهره عقد جديد مع الورثه. العقد ده هو اللي محطوط على الشاشه، بيقول ايه في التمهيد؟ يا ريت يا استاذ عمرو شايفه، نقف هنا، يا ريت نقف هنا نقرا. الطرف الاول اللي هي شركه صوت القاهره يملك وحده لطبع الاشرطه الفيديو، الطرف الثاني يملك ماده فنيه. اذا مين المالك؟ السيده ام كلثوم. ايوه في البند رقم 2 يقر الطرف الثاني اللي هو الورثه بمسؤوليته عن ملكيه هذه الاغاني، ملكيه لحق في نشرها. خلاص ما يعني استاذ محسن مفهوم، خلاص مفهوم مفهوم الانتقال لصوت القاهره مفهوم. طيب النهارده واحنا في شهر يناير 24، الموضوع ده محسوم ولا غير محسوم؟ صديقي العزيز، محسوم باوراق وقضايا ومستندات. استاذ محسن كسب قضيه على صوت القاهره لا علاقه بحقوق التوزيع وليس بحقوق الملكيه الفكريه، عشان بس ما يقولش انا كسبت قضيه. القضيه ليس لها علاقه انت تملك ولا لا تملك. انا استاذ عمرو، انا وانت لا قدر الله انا قبضت لك عربيتك، فانت خدت مني حكم تعويض لعربيتك باسم متعه العدل. ينفع تيجي للعدل جروب تقول لهم انا عايز الصعيدي وعايز همام عشان انا خدت عليها قضيه في عربيتي؟ نفس الفكره بالظبط، دي قضيه شراكه ونسبه توزيع، موضوع ملوش اي علاقه بالحقوق. واحنا على فكره مش ضد ان الناس تغني لام كلثوم، ما احنا عايزين، ما دي القوى الناعمه بتاعتنا. وانا قلت تمام مره، طب ما السعوديه بتعمل حفلات كلنا بنحطها فوق دماغنا، ازاي بتقدم الفنان؟ ازاي بتسوقه؟ ازاي بتدفع حقوق الناس واكتر من حقوق الناس بمنتهى الاحترام؟ احنا مش ضد ده. طب وهي السعوديه لما 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 موسم لما موسم الرياض بيطلعوا يغنوا ام كلثوم، وده بيحصل كتير، الاصوات العظيمه اللي بتروح هناك تغني، هم بيدفعوا لمين بقى؟ بيدفعوا ليكوا ولا بيدفعوا لمحسن؟ بيدفعوا لكده وبيدفعوا لكده، وكل الحقوق بتوصل اكتر مما نتخيل. الخلاف النظام لان ساعه ما اشتريت هم لم يتوقفوا عن التوزيع، فاضطريت ان انا ارفع عليهم قضايا ان انا خلاص هم مفروض ان انتهت. فهمنا الكلام ده بعد كده، وانا خلص اشتريت. وصلنا لسنة 2009. طيب استاذ محسن جابر، الصورة بقت واضحة وجلية جدا دلوقتي. انا بشكرك حضرتك شكرا جزيلا، اكيد في جولات اخرى في هذا الامر هنتكلم فيها تاني. شكرا لك.